يا كاتب الأبيات والألحان الفريدة، تفرد بأبياتك وذكرنا بماضيك. شوف الأيام مرت والليالي سريعة، وحان موعدنا يا صاحبي وأنا بجيك. وصلنا لآخر المحطات لأبعد الطرقات، اختلفت الألوان والشعارات والمسميات، ولكن الهدف كان واحد، الحصول على الذهب والتفاخر باللقب والاحتفال. من كان يتوقع بأن مشاركته الأولى ستوصله إلى النهائي بطموح لاعبيه وإدارته ودعوات عشاقه ومحبيه، يؤدي دور المكافح المجتهد المثابر المقاتل في كل مرة يودع ويخفي لاعبوه دموع الحسرة والوداع. هذه المرة إن كانت دموع فيريدونها دموع الفرح، الانتصار، الشموخ، الكبرياء.